بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 36 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلته، فأهلا ومرحبا يا شيخ. حياكم الله وبارك فيكم، حفظكم الله على بركة الله. نبدأ بأولى الرسائل. هذه الرسالة وصلت من السائلة طاعين من المدينة المنورة، تقول: ما حكم إذا قام الإنسان أثناء الصلاة يفكر في كل شيء بسبب وسوسة الشياطين، وما الوسيلة المنجية من ذلك؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالواجب على المسلم أن يقبل في صلاته على الله عز وجل، وأن يخشع فيها، وأن يقطع الهواجس والوساوس، وذلك بإحضار قلبه في صلاته، فإن هذا هو روح الصلاة ولبها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيجتهد المسلم في الإقبال على صلاته وإحضار قلبه، ويتجنب الشواغل التي تشغله في الصلاة وأسباب الشواغل، ويستعيذ بالله من الشيطان في أول صلاته بعد الاستفتاح وقبل البسملة، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. فإنه إذا استعاذ بالله بحضور قلب أعاذه الله من الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة تقول: إذا أخذت المرأة من مال زوجها بدون علمه رغم أنها تطلبه فلا يستجيب، والآن وقد تابت إلى الله والحمد لله، ماذا يلزمها؟ هل يجب الاستئذان منه؟ يجب الاستئذان من الزوج إذا أرادت أن تأخذ من ماله، إلا إذا كان مقصرا عليها في نفقتها ومؤونتها أو مؤونة أولادها، وطلبت منه فلم يعطها ما يكفيها أو يكفي أولادها، فلها أن تأخذ قدر الكفاية لها ولأولادها. لأن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذا كان الزوج مقصرا في النفقة الواجبة وطلبت منه كفايتها أو كفاية أولادها ولم يمتثل وظهرت بماله، فإنها تأخذ قدر كفايتها وكفاية أولادها ولا تزد على ذلك. فإن كان الذي أخذته من هذا النوع قدر كفايتها فليس عليها شيء، أما إن كانت أخذت زيادة على كفايتها فلا بد أن تطلب المسامحة من الزوج أو ترد عليه المبلغ الذي أخذته من ماله إذا لم يسمح. أحسن الله إليكم. السائلة فضيلة الشيخ تقول في سؤال لها عن حكم قول في التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، اللهم ثبتنا عند السؤال وذكرنا الشهادة يا الله، واهدنا على الصراط المستقيم وحسن الختام. هل نقول ذلك في كل صلاة أم مرة واحدة؟ وهل يجوز العبارات التي ذكرتها في آخر هذا الدعاء؟ أما عن الاستعاذة بالله من الأربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فهذا صح به الدليل وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: استعيذوا بالله من أربع، وذكر هذه الأشياء، فهذا مستحب في كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وأما
بقية الدعاء الذي ذكرته السائلة فلا مانع منه لأن معناه صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد دعاء التشهد، بل قال ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه، يختار من الدعاء أعجبه إليه، ولا يداوم على دعاء إلا ما ورد به الدليل. أما ما لم يرد به دليل فإنه يدعو تارة بهذا وتارة بهذا حسب حاجته وحسب ما يحضره. نعم. ما معنى الاعتداء في الدعاء فضيلة الشيخ؟ أن يدعو على إنسان لا يستحق الدعاء، أو أن يطلب شيئا لا يليق به، كأن يطلب منازل الأنبياء يطلب شيئا لا يليق به، أو يدعو على شخص وهو لا يستحق الدعاء. قال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. نعم. أيضا من أسئلة السائلة من المدينة النبوية تسأل عن قول الإنسان سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم والله أكبر، كثر عدد أوراق الشجر وعدد منازل المطر أو عدد البشر، هل تكفي عن قول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وجزاكم الله خيرا؟ لا تكفي هذه عن الذكر الوارد بهذه الألفاظ، الله أكبر سبحان الله 33، الله أكبر 33، والحمد لله 33، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه فيؤتى به. وإذا زاد المسلم على ذلك من الأدعية النافعة فلا حرج في ذلك. نعم. حفظكم الله. أبو ريان يقول فضيلة الشيخ هل يقع الطلاق للزوجة في حالة طهر جامعها فيه الزوج أو في حالة حيض الزوجة، أفيدون مأجورين؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء ومردها للمحاكم الشرعية، إذا وقع طلاق ردها للمحاكم الشرعية. لا. فضيلة الشيخ كثر الطلاق في زماننا هذا حفظكم الله، بماذا توجهون الذين يسارعون في هذا الطلاق وفي هذا اللفظ فضيلة الشيخ؟ نوصيهم بتقوى الله وعدم التسرع، لأن الطلاق خطير ترتب عليه هدم الزوجية وضياع الأسرة ويترتب عليه محاذير، فعلى الزوج أن يملك لسانه ولا يستعمل الطلاق إلا عند الحاجة، عند الحاجة إلى ذلك. قد جاء في الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لأنه يترتب عليه مضار، لكن إذا احتاج الإنسان إليه فإنه حينئذ يكون محمودا. إذا استمهد الوسائل التي يحصل بها الوئام بين الزوجين ولم يحصل ما تمام العشرة تمام، فإنه حينئذ لا بد من الطلاق. قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، ولكن على الزوج أن يصبر على ما يلقى من زوجته من بعض المخالفات أو بعض الأخلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الزوجة خلقت من ظلع وأن أعوى شيء في الضلع أعلى، فإن ذهب يقيمها كسرها، والكسرها طلاقها، وإن استمتع بها استمتع بها وفيها عوج. والله جل وعلا يقول عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق المؤمن من مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ هذا يختلف باختلاف الأوقات، فينظر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم يحسب بالساعات ويقسم على ثلاثة أقسام، فيكون الثلث الأخير هو الثلث الآخر من الليل. نعم. جزاكم الله خير. تسأل السائلة تقول فضيلة الشيخ ما حكم القراءة في صلاة الليل من المصحف؟ لا بأس بذلك، إذا احتاج المصلي إلى القراءة من المصحف كونه لا يحفظ القرآن فلا بأس أن يقرأ من المصحف، قد فعله بعض السلف. نعم. الأخت السائلة فضيلة الشيخ حفظكم الله تسأل عن حكم الصلاة في ملابس قصيرة للمرأة
ولكنها تغطي جميع البدن بالعباءة في الصلاة، هل يجوز لها ذلك؟ نعم، إذا غطت جميع بدنها ولم يظهر منه شيء في صلاتها سواء بالعباءة أو بالثوب أو الجلال، فإذا لم يظهر شيء من بدن المرأة في الصلاة قد حصلت السترة المطلوبة. وإن كانت المرأة خالية من الرجال أو عندها محارم من الرجال فإنها تكشف وجهها في الصلاة، أما إذا كان عندها رجال أجانب أو يمر من عندها رجال أجانب فإنه يجب عليها تغطية وجهها أيضا لأنه عورة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل من الرياض ألف ألف يقول: ما الحكم إذا تخلف المأموم عن إمامه في شيء من أفعال الصلاة لسهو أو غفلة أو سرعة، كأن يرفع الإمام من الركوع قبل أن يركع المأموم أو يرفع الإمام من السجود قبل أن يسجد المأموم؟ لا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام ولا أن يوافقه ولا أن يتأخر عنه تأخرا كثيرا، بل يجب عليه متابعة الإمام الاقتداء به، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تكبروا فإذا كبر فكبر ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا قال سمع وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. يجب على المأموم أن يتابع الإمام، فيأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة ولا يتأخر عنه، فإذا تأخر عنه حتى انتهى الإمام من الركوع ولم يركع إلا بعدما انتهى الإمام من الركوع متعمدا بطلت صلاته. أما إذا كان غير متعمد كونه لم يسمع الإمام فإنه يكون معذورا، لكن عليه أن يأتي بالركوع بعد الإمام ويلحق به. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أنا السائل أبو عبد الله إبراهيم، أسأل من الجمهورية اليمنية، أسأل عن قول الصلاة خير من النوم، هل تقال في الأذان الأول أم الثاني؟ بعض العلماء يقولون في الأذان الأول، فما القول الصحيح مع الأدلة مأجورين؟ هذه الكلمة تقال في الأذان الثاني الذي بعد طلوع الفجر، من أجل أن يعلم الناس أنه قد طلع الفجر. هذا في من يؤذن مرتين، المرة الأولى قبل طلوع الفجر والمرة الثانية إذا طلع الفجر، فإنه يجعل الصلاة خير من النوم في الأذان الأخير، من أجل أن يعلم الناس أن هذا الأذان هو لطلوع الفجر. هذا هو الغرض من الإتيان بهذه الكلمة، تنبيه الناس على أنه قد طلع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من اليمن: إذا حاضت المرأة أيام حيضها من قبل وفي هذه المدة طهرت، وفي أيام الطهر بقي الطاهر حتى جامعها الزوج، وبعد الجماع مباشرة رجع الدم من جديد، ما الحكم في هذه الحالة؟ مأجورين، وماذا يلزم الزوجين؟ إذا كان أن عادة الطهر كاملة، يعني كملت أيام الدورة ثم رأت النقاء التام والطهر التام واغتسلت وجامعها زوجها، فإن هذا الدم الذي أتاها لا يعتبر شيئا، يعتبر دم فساد. وأما إذا كانت أيام العادة لم تنتهي وإنما رأت طهرا ونقاء في أثناء العادة واغتسلت وصلت، فإنه يكره لزوجها أن يطأها خشية أن يعود الدم، فإذا عاد الدم هو حيض لأنه في أيام العادة. نعم. هو حيض ويكون زوجها قد وطئها وهي حائض، فعليه التوبة إلى الله عز وجل وعليه الكفارة، وهي أن يتصدق بدينار من الذهب أو نصفه، يعني مثقال من الذهب. نعم. أو نصف المثقال أو ما يعادل ذلك من النقود الورقية، صدقوا به على الفقراء. نعم. يقول السائل من اليمن: أخت زوجتي، هل أكون محرما لها أم لا؟ وما تفسير الآية الكريمة: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف؟ نعم، أخت زوجتك تحرم عليك تحريما مؤقتا ما دامت أختها معك، هي تحرم عليك، قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، ولكن لست محرما لها، هي تحرم عليك ولكن لست محرما لها، لأن هذا التحريم غير مؤبد، وإنما المحرم هو الذي تحريمه مؤبد،
أبي الزوج أو ابن الزوج هذا تحريم مؤبد، أما أخت الزوجة فهذه تحريمها مؤقت، لو طلق أختها أو ماتت جاز له أن يتزوجها فهو غير محرم لها. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. يقول هذا السائل: الصلاة الجهرية بالنسبة للمرأة أيهما أفضل لها، الجهر أم السر، علما بأن ليس بينها أجانب؟ أفتون مأجورين. استحب الجهر في الليل، استحب الجهر في صلاة الليل والإسرار في صلاة النهار للرجال والنساء، والمرأة إذا لم يسمعها رجال أجانب فإنها تجهر، الأفضل أنها تجهر. نعم. جزاكم الله خير. من أسئلة السائل من اليمن يقول: هل يجوز للنساء أن يصلينا في البيت جماعة وأيهما أفضل؟ وإذا كنا أكثر من ثلاث أين تكون المؤتمة، عن اليمين أم عن اليسار؟ نعم، يستحب للنساء أن يصلينا جماعة وتكون إمامتهن في وسطهن ولا تتقدم عليهن في البيت أو في أي مكان، إذا اجتمعنا يجوز صلاة النساء جماعة مع بعضهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تصلي بالنساء جماعة في بيتها. نعم. جزاكم الله خيرا. آخر أسئلة السائل من اليمن يقول: بالنسبة للمداومة على صلاة الوتر إذا صلى الرجل مع زوجته، هل فيه شيء أم لا مانع من ذلك؟ لا، إذا فعل بعض المرات صلوا الوتر جماعة سواء الرجل مع امرأته أو الرجل مع الرجل أو الرجال، إذا فعلوا ذلك بعض المرات فلا بأس، أما المداومة على ذلك هذا لا يجوز، لأن هذا لا يجوز إلا في صلاة التراويح. صلاة التراويح هي التي يداوم على الجماعة فيها، يستحب أن يداوم على الجماعة فيها، أما النوافل غير التراويح فلا يداوم على الجماعة فيها، لأن هذا شيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا فعل بعض الأحيان فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل، فقام ابن عباس وكان طفلا صغيرا عند خالته ميمونة، فتوضأ ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه وتركه يصلي معه، دل على أن تجوز الجماعة في صلاة النافلة الليل ولكن في بعض الأحيان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل سوري ومقيم بالقصيم يقول: عن كيفية الصلاة على الميت، عندنا بعض المشايخ يقولون بأن الصلاة على الميت يكون رأس الميت إلى اليسار إلى يسار الإمام، والبعض الآخر يقول يكون الرأس إلى يمين الإمام، وأنا قرأت في كتاب تعلم الصلاة للإمام الشافعي رحمه الله أن يكون رأس المرأة إلى يسار أن يكون رأس الرجل إلى يسار الإمام والمرأة إلى يمين الإمام، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ الأمر في هذا واسع، ولكن إذا كان رأس الميت رجل أو امرأة عن يمين الإمام فهو أحسن، والأمر في هذا واسع والحمد لله. ذكر العلماء أن الإمام يقف محاذيا لرأس الرجل ومحاذيا لوسط المرأة، إذا صلى على امرأة يقف محاذيا لوسطها، وإذا صلى على رجل يقف محاذيا لرأسه، هذا مستحب. يقول هذا السائل في سؤال له يا فضيلة الشيخ المرسلة ميم تقول: لدينا في المنزل قطط مؤذية، حيث إنها تدخل إلى المنزل وتأخذ بعض الأشياء وتخيفنا، وقد استأذناها بالخروج وحاولنا أن نخرجها ولكن لم تخرج إلى الشارع، فهل يمكن لنا أن نقتلها بالسم أو بوضع بعض الزجاج في قطعة من اللحم؟ إذا كانت القطط تؤذيكم وقد حاولتم إبعادها ولكنها لم تبتعد وهي تؤذيكم أذى ظاهرا، فإنه يجوز لكم قتلها من باب دفع المؤذي، ولكن تقتلونها بأيسر ما يكون، لا تقتلونها بشيء يعذبها، وإنما تقتلونها بشيء سريع الإجهاز عليها. نعم. يقول هذا السائل مقيم بالقصيم: رجل حصل له بتر في رجليه الاثنتين من الساقين،
فعند الوضوء كيف يتوضا في ذلك مأجورين؟ يوضي الأعضاء الباقية، الوجه واليدين، ويمسح رأسه، وأما الرجلان وقد بترا من الساقين فليس عليه غسل شيء من الساقين، لأن الساق ليس محل للغسل إلا إذا كان الرجل مقطوعة من مفصل الكعب، إذا كانت الرجل مقطوعة من مفصل الكعب فإنه يغسل الباقي من الكعب، وأما إذا قطعت من الساق فما فوق فإنه يسقط عنه غسل الرجلين لفوات المحل. نعم. هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من حجت براتب لا تعلم مدى كونه حلال لأنها تعمل في هجرة وتسافر إلى عملها سفر محرم؟ عليها التوبة إلى الله عز وجل، حجها صحيح إن شاء الله إذا توافرت شروطه وأدت أركانه وواجباته، إن حجها صحيح، وعليها التوبة إلى الله من السفر مع غير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، لا للعمل ولا لغيره. الحديث عام إلى أن تقوم الساعة، لا بد من وجود المحرم مع المرأة إذا سافر. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. تقول هذه السائلة: الزوج إذا رفض على هذه الزوجة أن تؤدي زكاة مالها، هل تسقط عنها الزكاة؟ لا تسقط عنها الزكاة، ولا 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 يجوز لزوجها أن يمنعها من إخراج الزكاة، فإن منعها لم تطعه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فليس له أن يمنعها من الصلاة المفروضة، وليس له أن يمنعها من الحج الواجب، وليس له أن يمنعها من أداء الزكاة، كل الواجبات ليس للزوج حق أن يمنع زوجته من أدائها، فإن منعها فإنها تعصيه لذلك ولا تطيعه. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: كنت مسافرا وعند دخولي وقت صلاة المغرب توقفت ودخلت مسجدا في محطة بنزين وصليت المغرب جماعة، ثم صليت ركعتين قصرا بنية العشاء مع جماعة يصلون المغرب، هل صلاتي صحيحة؟ هذا لا يصح، لأنك إذا صليت مع جماعة يقصرون الصلاة فإنك تقصر معه وأنت مسافر، وإن صليت مع جماعة يتمون الصلاة فإنك تتم الصلاة ولو كنت مسافرا. هذا هو السنة، أي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس. وأنت الآن صليت مع إمام لا يقصر، ليست صلاة قصر، صلاة المغرب ليست صلاة قصر، الواجب عليك أن تتم صلاتك مع هذا الإمام. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ، شكرا لكم أنتم، ويجمعنا لقاء إن شاء الله في حلقة قادمة مع فضيلته ومعكم.